السلام عليكم. التقى زيد بعبيد ظاهر من المقبرة، قال له زيد خير عظم الله أجركم، مين توفى عندكم؟ قال له والله ما في حدا، بس في شاب طيب آدمي بضل قاعد بالمقبرة بزوره دايما، بيقرأ لي بخبرني شو ممكن يصير معي بالمستقبل، إذا في رزقة ولا ما في رزقة، إذا صار مشاكل بالبيت أنا والمرة كمان ممكن يخبرني إذا صير لي شيء. قال له زيد أنت عارف شو عم تحكي؟ قال له شو الموضوع كمان هاي حرام؟ قال له يا حبيبي ما حدا بالكون بيعرف الغيب إلا الله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. دير بالك، صياما مقبولا وإفطارا شهيا.